انتو من كنت؟ وحدي. ها؟ وحدي. انت داري ان هذه فعلت غلط او ما؟ ايوه. اها ايوه. وليش؟ ابليس. ما فكرتش بالعواقب؟ وقتها ما كنت شبوعي، ما فكرتش باي شيء. انتو من كنت تدي الصدق؟ شوف الصدق ما فيش احسن منه. أنا إذا تشي خارجك أديت الصدق، ماشي والله لا دخل أبوك سابع زنزانة ما عاد تشوف الشمس. كان معي محمد وفارس بس ما كملوش معي، خرجوا في النص. ما كملوش معاك؟ طيب وين أنا حصلهم؟ من بدأ بالفكرة؟ أنا. ليش؟ مش بيدي والله. بليز أبغى ما أفكر في شيء. شوف الحين كيف موقفك. ما عاد ينفعش الندم. مخالفة القانون. أنا عارف بس. بس إيش؟ واحد غلط. بس أنت غلطك كبير. هذا نظام قانون ما هيش لعبة. ما الذي قد تعود خلاص؟ ما بتغير، بحاول. هذا الفيديو عبثروها الناس كلهم وتكون عبر لأي واحد ممكن انه يفكر انه يتغدى ويخالف النظام والقانون. اخر مرة والله ما اتغدى، انا ما اصطبعت وانت ولو ما اصطبعت ممنوع الغداء، ممنوع الغداء. هذا نظام قانون وهذه انظمة ما هيش من جاء لعب، يعني كأن كلام السيد ولا في حسكم. ولو تجوع كن جوع واذكر ان السيد قال ممنوع الغداء واربط على بطنك بحذاء. تمام. لا.